تصبيك واحد من الاداره عندنا. لا لا منين نتوما؟ صوت العداله. صوت العداله نتوما اللي خلقتوا مشكله. تصبيك واحد من الاداره نتوما طلبتوا باش تساووني قلتوا لي لا مانيش مساومه الفلوس لي زوديو كاينين. لا لي زوديو كاينين اللي قال شي حاجه كذب عليك. لي زوديو كاينين ما كاينين في الكونسول ديالك. خطير دابا هذا كان ما يوتبيت. دابا حسابي تسمعهم من بعد حسابي معاهم. انا ما لي زوديو كاينين نقولوا الاخوان دابا ما كاينش مشكل. الله يخليك انا شفت العائله ديالي كدوي لان كوكتسو كوكتسو صحافه كنت تشوف الوجه تاعي كنت تمشي دويو مع الوالده ديالي عطاوكم التليفون وما عيطتوش للام ديالي او عيطتو ما خرجتوهاش عيطنا لي طلبتو الفلوس ليا انا خليني الفلوس خليني ساكت عطينا عطينا الاوديو عطينا عندنا لي زوديو عندنا لي زوديو انتوما جاوبتيناش السي سعيد انت ما جاوبتيناش جاوبنا غير الماناجر ديالك شحال ديال الفلوس ما جاوبتيناش السي سعيد جاوبنا غير الماناجر ديالك وزيدي ورا صاحبي انت كنعيطوا لك وما كتجاوبش في التليفون الماناجر ديالك هو اللي جاوب الله يخليك انا كنكلم مع الناس ما عجبكش الحال كيف قال ترامب الله يخليك برا لا لا ولا اسكت شد فمك علاش نشد فمي ما تهملش اتهامات غلط شوف انت كتشد فمك لا ما تهملهاش اوكي شد فمك ما تهملهاش لانك انت دخلتي العائله بغيتي تخسرها لانكم انتم مدفوعين انتم اللي كتبيعوا سي سعيد هذا هو الكلام ديالك ديما فاش كيخرج شي واحد شي تصريحات عليك انت كتقول مدفوعين كريم مثل هذا الشخص هذا اللي مشي لعند واحد الرجل انسان كبير في السن 85 سنه مثل اصوات العداله كيف كيسمى سمى نفسه مشاو كنقلبوا على الاب ديالي بالموتور مدفوعين مدفوعين هاد الناس مدفوعين من طرف منو؟ من طرف هاد السيد هذا لا مش من طرف طرف واحد الجهه الجهه اللي كتعامل مع هاد الناس هادو الجهه لان انا اللي ما بغيتش نمشي معاهم في واحد الخط لتدمير الرياضه في المغرب ولكن مع كل اسف مع كل اسف مع كل اسف مي كتشوف بعض الصحافه النظيفه مثل هاد الناس وصحافه وسخه مثل ديال هاد العداله ولا ما اسمها ولا مع صوت العداله باش يمشي قلت لك يدوم مع رجل ليس في حالته الصحيه مزيانه ولا حالته الذهنيه ممتازه وكما قلت ومدفوعين ومشي نقول له قل فولدك هكا الطبيعه ديال الخط ف ف انا اللي ما بغيتش تفهمني واحد الشيء واحد انا اللي ما بغيتش تفهمني واحد الشيء واحد علاش سعيد هادشي اللي كنسولك الاخ انا الان كنسولك علاش سعيد علاش سعيد علاش العائله سعيد ولا علاش شي تعمل عائلتك تشوف امك ولا تشوف اختك ولا تشوف شي واحد من عائلتك اباك علاش يا اخي هادشي اللي بغيت نعرفه علاش سعيد ولا علاش تبغي هاد الحاجه وهاد الاولاد كلهم تبغي تدمر عائله تعويض علاش هادي اللي بغيت نعرف انا علاش حرام عليك يا اخي اما هذاك هذو قدائم الاب ديالي انا كنتمنى له الشفاء العاجل وراه غادي يبقى اب ديالي راه غدا ولا بعد غدا غيجي عندي ولا غنمشي عندو وغادي نصالح وانت فين غتبقى؟ راه جا اليوم جا تهضر انت فين غتبقى؟ غتبقى ديال هاد الحلقه ديال هاد الناس باغي تسمع هذا العدل غتبقيو بحلقة حرام عليكم تدمروا منازل الناس الناس اللي اشرف منكم لانكم مدفوعين سعيد راه جات اسئله هنا شكرا اخواني على هذا التواصل لان ما كنتش في كل ساعه كل ساعه ما كنتش في الوقت مرحبا سعيد انا ديال هنا وغيك انا اسمح لي سعيد انا كنطلب من كل صحافه من غير هذا صوت العداله المسامحه لان توترت كثير لان هذا ليس اسم سعيد عويضه اللي تقاس بل تقاس شخص ك لي عملوا الحسن الثاني كقدوه للشباب المغربي اكيد هذا اكيد اكيد والحاجه وخوتي وبناتي والزوجه ديالي لانهم شنو مقصودين هاد الناس هادو ديال صوت العداله قصدوا سعيد عويضه والزوجه ديال سعيد عويضه
لا خليني نقول لكم هذا الزوجة ديال سعيد عويضة. الزوجة ديال سعيد عويضة كانت دايرة الأب ديال سعيد عويضة تقريبا 50,000 درهم عطيها أفضل سيارة من السيارات ديالها. ها هي الوالدة ديالي تدخل الجروب كيفاش قال لها خوتي كيفاش أداتنا ولا عمرها ديما معنا مزيان. سعيد واحد السؤال إلى ولكن 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 ملي كت ملي كيقصدوا سعيد عويطة والزوج ديالو والزوجة ديالو فلهذا أنا طلبت من الأخ ولكن مع كل أسف سمعت عليه أنت ماشي أنت صحفي باش ممكن يرد عليا فما عندي ما نقول ما عندي ما نقول اللي ممكن أقول بأن الزوجة ديالي نعم لعبت دور مهم جدا في بناء سعيد عويطة وتلعب دور مهم جدا في بناء أسرة سعيد عويطة الصغيرة والكبيرة. أنا عندي إخواتي حسب مرتي كأخت ديالهم واش عمرها ما قصرت مع واحد منهم؟ هل الأم ديالي تعاود تقوم على الزوجة ديالي كيف هكا؟ هاد الشخص هذا اللي فوق من صوت العائلة قصد العائلة ديال سعيد عويضة وقصد زوجة سعيد عويضة ومشى عند الأب ديال سعيد عويضة اللي مريض وقتلنا بالشفاء إن شاء الله. فعلاش سعيد عويضة من أي جهة مدفوعة؟ يقول لك الراجل يقول لكم هنا من أي جهة مدفوعة؟ أنا عارف الجهة المدفوعة وعارف الجهة اللي تدخل فيها الفلوس. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.